مستعدين؟ يلا. تان تاران. أطول مرة في حياتي أستنى برجر هو في ميامي. جماعة ميامي كريسبي أنا مش عايزهم يزعلوا من رأيي، ده رأيي تمام؟ أنا المرة اللي فاتت صورت لكم مطعم ميامي كريسبي على السريع. أكيد يا جماعة الناس قد إيه واقفين يقعدوا، أنا من الفضول قلت آجي وأشوف إيه حكاية المطعم دوت. يعني كده على السريع بس عشان أنا كنت يعني إيه مستعجل وقلت مستغرب الناس اللي واقفة قدامه، بس النهاردة أنا جاي أعمل لكم ريفيو حقيقي، والله هقول لو كان جميل ولا لأ، ولو كان في حاجة وحشة، المهم هقول رأيي بصراحة وده رأيي، وعلى فكرة أنا مش عايز جماعة ميامي كريسبي، أنا عارف إن هم حبايب الله يحفظهم، لكن مش عايزهم يزعلوا من رأيي، ده رأيي تمام؟ ممكن البرجر ده يعجب ناس تانيين، عشان دي أمانة فأنا هقول رأيي بحيث إنه مشاهدين أنس فاميلي يوكي يثقوا فيا وكده، فأنا أقول رأيي بصراحة في المطعم، لأن هم قالوا لي في مطعم أو اتنين مش هقول أسمائهم دلوقتي عايزين برضو أعمل لهم ريفيو، فإن شاء الله نبدأ دلوقتي. أنا عملت طلبية بس زي ما أنتوا عارفين المطعم هنا تعمل طلبية وتكون جايب معاك البسترة وتكون معاك جايب الطاقية وتدفي نفسك وتشغل التدفئة ومكلسوم كده بصوت واطي وتقعد تنتظر البرجر عبال ما إيه ما هو بيصنع هناك، يعني هما بيروحوا دبحين الفرخه وعاملين لك البرجر. اطول مره في حياتي استنى برجر هو في ميامي كريسبي. مش عارف انا اقول ديت ايجابيه ولا لا، يعني بالنسبه للويتنج تايم انا ادي 6/10 صراحه، لان الويتنج تايم تو ماتش، يعني لو واحد جاي مسافر زي كده رايح راجع برمنجهام وينتظر ساعتين عشان خاطر ياخد برجر، حاولوا يعني انتوا تزودوا الاستاف او تفتحوا المحل اللي جنبكم، انا شايفه عليه علامه ميامي كريسبي، حاولوا تفتحوه وتوسعوه او تعملوا لكم فرع تاني بحيث انه ايه يكون بسرعه بسرعه، الناس حب البرجر بتاعك، فخلينا نشوف. فدلوقتي انتظرون انا 10 دقائق كده هاخد ناب ونراكم بعد قليل. يلا مع السلامه. عدي قعد بسم الله. شايفين يا جماعه يعني مأثر عليهم مطعم ميامي كريسبي، مأثر على المطاعم كلها اهو، ده محل قفل جاب ظرفه، وده المحل الثاني صابوي اهو فاضي، مش فيه غير زبون او اثنين خلاص يعني فاضي، وده محل بعده بعد كده بقى اهو سبيشال فيش اند شيبس تشاينيز تيك اواي كلوزد مكتوب عليه، يعني المطاعم حوالينه عمالين يقفلوا، مع ان المفروض يعني مطعم مشهور تيجي مطاعم تفتح جنبه يعني يعملوا شغل، بس اهو كله مقفل وده مقفل عليهم هناك. فعشان كده يا جماعه خلونا نشوف هل المطعم ده يستحق الزحمة دي ولا لا، وليه يا ترى المطعم ده عليه زحمة كده. انا سألت واحد من الناس اللي كانوا معديين قلت له ليه المطعم ده زحمة، ليه انتوا بتحبوا تيجوا هنا، قال عشان سعره رخيص والكمية كبيرة. خلينا نشوف الكلام ده صحيح ولا لا. بقت مواقع السوشيال ميديا مصدر لرزق مشاريع كتيرة، وده كان سبب شهرة مطعم ميامي كريسبي انه كان منتشر على التيك توك، والناس بقت بتجيله سيئة 100 ميل عشان تجربه، لدرجة ان الاخبار تكلمت عليه وعملوا لقاء مع الجيران. واحد من الجيران كان بيقول ان انا بقالي 30 سنة في المنطقة دي عمره ما صحي على صوت طيور النورس وهي بتتخانق على الاكل المرمي في الزبالة حوالين المحل زي اليومين دول. اول ما تدخل الشارع هتلاقي محل بمعلق عجل على الشجرة، بعديه بثلاث اربع محلات هناك هتلاقي ميامي كريسبي. خطوات من تسكو. جعانة؟ عايزة تاكلي؟ ولا كده؟ كده. طب هاتي يلا هاتي هاتي. يلا. واخيرا الخير وصل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، وصل 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 وصل. شاطر يا حمزه. بس يعني انت فراخ فريش والله. ايوه وجوسي تمام، مش ناشفه كده. لا جميله بجد حلوه. طيب انا ممكن انا ادوق عشان انا عايز اقول رايي انا كمان بصراحه. بصراحه يعني هو اسمه ميامي كريسبي بس من مسكتي كده هو مش كريسبي. خلينا نشوف الطعم. ممكن عشان سخن ومقفول. قلته بالكريسبي يعني الكريسبي 8/10، لكن الطعم بتاعه بتاع الفراخ
حسسك بالفراخ في البلاد ده. ايوه عامل زي الفراخ في مصر. يعني انا اديله مثلا 8.5 من 10. انت؟ انا اديله في الطعم 10 من 10، لكن في الكرانشي 8 من 10. الوجبة عبارة عن ايه؟ ايوه فيها دي للي مش عايز برجر، فيها ده كم قطعة؟ دي عدي 4 قطع. طب وسع كده، 4 قطع حلوين. يعني 1 2 3 ادي 4 قطع. تمام. بص هنا. اوكي. ماشي، دي 4 قطع. بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها 1 بيبسي صح؟ ايوه 1 بيبسي. وبيجي معاها، احنا طبعا ما جبناش بيبسي عشان مقاطعة. بيجي معاها بطاطس. ودي كمية البطاطس اللي جوه. حلوة يعني. حلوة. وسط. كيسين صغيرين بس ما يعادل لارج. لارج صح ولا ميديم؟ ميديم. لارج لارج. دلوقتي خليني اقول بصراحة رأيي فيه. ماشي؟ وعلى مهلي. تمام؟ ده حجم العلبة، شايفين ايدي قد ايه؟ وده حجم العلبة من بره. الناس بتقول كبير ورخيص. هو سعر الوجبة دي هقول لكم دلوقتي سعرها كام، بس خلينا الاول نشوف الكمية اللي هم بيتكلموا عنها. ادي البرجر، الكيس فيه ايه تاني؟ فيه بطاطس. خلينا نحط البطاطس هنا اهو. تمام. الكيس فاضي اهو يا جماعة. كيس صغير وبحطه فوقيه قده كمان. وقده كمان اهو. ده الكيس ده، دي الكمية، شايفين الكيس اهو. عليها بهارات زي بهارات الدول العربية. المرة اللي فاتت لما جبناها كانت معجنة وكانت طرية، لكن عشان احنا جبناها وفضيناها من الكيس على طول وخدنا الاوردر على طول فجميلة كرانشي. خلينا بقى نشوف البرجر. بسم الله. لحظة. مستعدين؟ يلا. تان تاران. شايفين؟ مايونيز. مايونيز من فوق. تمام. ومن تحت سلطة ومايونيز برضو هناك. وفي صوص الشطة المشهورين بيه. الصوص يعني الفرخة. شايفين بقى الفرخة بتاعتهم الصوص، يعني بيطلعوها من بعد ما تتقلي ويغطوها كده في صوص شطة سبايسي. جميل جدا. انا بقول جميل لان انا دقته المرة اللي فاتت. وشايفين قطعة الفرخة في المطعم، يعني تقريبا نص فرخة. شايفين؟ سخنه سخنه جدا. يلا بقى دوق الوجبه. بصراحه برجر زي ده بالنسبه للحجم انا تفاجات، حجمه فعلا كبير جدا. كبير كتير على واحد ومليان صوص. المفروض يا جماعه ميامي كريسبي اكله مميزه زي دي حطوا فيها جلافز. ليه؟ لانها كبيره وبتبهدل في وقت زي ده. انا هم مش جايبين مناديل صح؟ شفتوا مناديل في الكيس؟ جايبين؟ شايف عشان هم عارفين. جايبين مناديل. جايبين قد ايه؟ ايوه كده كده تمام، لان ال ال الواحد بيتبهدل بيتبهدل جامد جامد يعني. دلوقتي انا عايز منديل يا ماما. عايز تشوف اهو. لسه ما بدأش في البرجر وعايز منديل. لكن قيم جدا. خلينا بقى نشوف الطعم. ماشي. وريني قد ايه جنب ايدي؟ اهو. شايف انا ايدي يعني شايفين؟ خلينا بقى نشوف الطعم. ماشي؟ بسم الله. اهو بقى. عشان اقول لكم حجمه. بسم الله. وقع من تحت. بسم الله. لا اله الا الله ما شاء الله. يا سلام. شايفين؟ لازم جلافز يا جماعه. لا 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 شكله شكله. خد انا بتعصب. طبعا مش نافع، لازم جلافز. بس والله طعم الفراخ جميله جدا. فريش صراحه. نفس طعم الفراخ الستريبس. انا اديله من حيث الطعم 10 من 10. بجد. ومن حيث الحجم طبعا 10 من 10، لان مفيش مطعم في بريطانيا بيدي الحجم ده. انا 17 سنه في بريطانيا ما اكلتش الحجم ده كبرجر. برجر في برمنجهام صغير قد كده ب 15 جنيه قد وشويه البطاطس قد كده ب 15 جنيه الوجبه. فعلا. قد كده يعني. عارفين برجر الفراخ برجر الاطفال في مصر نص ده ب 15 ده. جنيه. انا اديله 10 من 10 من حيث الحجم ومن حيث الطعم. ألف مبروك لميامي كريسبي، أنتوا النهاردة كسبتوا معانا. أيوة خدتوا تقييم عائلة أنس، جايين من برمنجهام مخصوص عشان نقيمكم. لو شفتوا الفيديو ده اعملوا شير على الصفحة بتاعتكم. واللي يروح يجربه بعد الفيديو ده يا أنس يكتب لنا رأيه. وادي له كم من 10؟ طب أنت تدي له كم من 10؟ أنا عمري ما أدي حاجة 10 من 10. طب تعالي دوقي امسكي. يلا خلاص أنت كلي وأنا هعمل أنا الإكسبريشن. لحظة كله هي بتعمل كده دلوقتي. مش عايز اجيب عليها هي، انا وعدتها. الله يسامحك. عماله بقى تمسح. براحتك براحتك. شطة شطة. ايوه
تعالي بقى يلا. لا جميل جميل وفريش بجد والله. ايوه كبير جدا. كم من كم من 10؟ مش ناشف. في برجر تاكلوه كده تحس ان هو ناشف. انا اديله 9 من 10. ليه بقى 9 من 10؟ عشان ما بديش 10 من 10 صراحه. ليه تدي بس لكشري يا ابو حمزه 10 من 10؟ ضحكتي. لا بس هو ممكن ياخد 10 من 10 بس انا عشان ما بديش اي حد عشان الويتنج. لا انت ممكن قصدك الكمال لله سبحانه وتعالى. ايوه. لا لا وعشان الويتنج انا بيغزني. لا ما احنا ندي للويتنج كم من 10 وندي للويتنج. انا اديت له 6 من 10. خلاص انا 9 من 10. تدي له برضه 9 من 10. بس انا بالنسبه لي 9 من 10 حلو جدا. اوكي يعني انت اصلا 9 من 10 مش بتديه لاي مطعم. لا مش لاي مطعم الحلوين بس. اوكي عشان أيوة. كده خلاص يبقى انت كده يعني فير انف لجماعه ميامي كريسبي. الاكله دي البرجر ده كان محتاج المشروب الثاني الاسود. لكن والله مرضيت اجيبه يعني مرضيت اجيبه. فري فري بلاد الفاير ووركس بجد حلوه دي. راح فين يا ام حمزه؟ انت اللي اكلته مش انا. قولي لي طيب بالله عليكي بعد ما شبعتي ايه تديله كام من 10؟ هو 10 من 10. 10 من 10 بجد بجد والله. اخيرا على فكره يا جماعه ام حمزه اول مره تدي 10 من 10 لمحل تمام. فاي حد عايز نعمل له ريفيو فرصه ام حمزه اهي هترفع له درجاته. لا حلو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. الناس اللي مش مشتركه معانا تنزل تعمل لنا اشتراك وتفعل الجرس وبس كده. خلوا بقى يا جماعه على صفحه الفيسبوك. صفحه الفيسبوك محتاجه دعمكم. ناس من اتجاه عماله بتوقع فيها. عايزين انتوا بقى اللي بتحبونا تدعموا لنا الصفحه بان انتوا تدخلوا تكتبوا كومنتس تعملوا لايكس تعملوا شير يكون ليكوا تفاعل تمام. الف مبروك لميامي كريسبي وانتظرونا ان شاء الله في ريفيو قادم في مطعم قريب جدا ان شاء الله هنا في مانشستر مفاجاه. خلاص يلا مع السلامه باي. الاكل بقى عامل ايه؟ لازم الواحد لما يجي يعمل ريفيو في العربيه يشتري له واحده من دي. شايفين؟ تروح شايلينا من هنا رمينا في الغساله تتغسل وترجع تاني. وانا قاعد من هنا بوصل لنهايه الشباك، تخيلوا لو مش معايا دي هوصل ازاي؟